مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة، وفي فقرة ساعة قبل الفطور نقوم بجولة عبر شوارع مدينة طنجة باش نشوفوا قبيلة عيد الفطر بأيام، واش ساكنة طنجة محترمة الحجر الصحي واللي حددته الدولة إلى غاية 10 يونيو القادم، يعني بزيادة 21 يوما من الحجر الصحي. ونحن في هذه الجولة عبر منطقة الرهرة في اتجاه شارع الإمام مسلم والدرادب، هكذا تبدو الأجواء، يظهر على أن الساكنة ملتزمة بالحجر الصحي. علما بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى مدينة طنجة بدأت تسجل انخفاضا في صفوف المصابين، بعدما غادر العشرات من المتعافين مجموعة من المستشفيات وبعض المؤسسات الفندقية التي خصصت غرفها لاستشفاء المصابين بكوفيد 19 وتمثلوا للشفاء لمدة تتراوح ما بين 15 يوما إلى 20 يوما حسب كل إصابة كل شخص ونسبة المرض. نحن الآن بمنطقة بوبنا، بمنطقة الجبل الكبير، وهي منطقة كلها خضراء، حيث يتواجد نادي الفروسية ومقبرة الأجانب على الجهة اليسرى. والمعروفة بالمعارة لدى ساكنة طنجة. كما تتابعون معنا رجال الأمن، من بين الرجال الذين يواجهون مرض كورونا في الصفوف الأولى في الواجهة ويسهرون على تطبيق الالتزام بالحجر الصحي، لأن هناك مجموعة من الأشخاص الذين لم يحترمون مدة الحجر الصحي، يقومون بين فينة والأخرى الخروج قبل وقت الإفطار وبعد الإفطار ليلا، إلى أن عناصر الشرطة تتواجد بمختلف شوارع المدينة من أجل مراقبة الأشخاص الذين يخرقون حظر التجوال ليلا، والذي يبدأ في خلال رمضان من 7 مساء إلى حدود 5 صباحا.
إذا مشاهدينا الكرام كنتمنى لكم فطور شهي، عواشكم مباركة، نلتقي في مباشر آخر وشهية طيبة. الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء، الله يرحم جميع موتانا المسلمين. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، نلتقي في مباشر آخر.